xamal ñu fi neewoon sëriñ bu baax bi fi neewoon ba ñëpp xamal na kenn la yow paate jëng def ci bayit la ala digal wutal kayit ta soo noppee nag ma ko yoon ngir fi rasen lu yomb la Cheikh Ibrahim Fadi lay xamal ñu ko xamal ñoom lay xamal na suñu sëriñ ma te jabata mi ngi daaru kenn la fi tout ay jikom yo xamna warna jep dom di nek di ko re ci mom ndax melni mom lu jafé la Yeah.
بشير خبيب والأسى خمود لقد جاءني في البر سهول في الورى على كل مخلوق في خلق كسب نبي رسول الله خاتم النبي ولي ليس ينوت عرواج المفلد ودادي ربي جاء شكور على النبي رسولا كريما مثله ليس يولد لقد ما ملزنا مخبرا محمدا ياتي وليدا قد مدى او سيولد لقد ما ملزنا مخبرا محمدا ياتي وليدا قد مدى او سيولد دليل متيس في محمد أماني ومن لم يغوني فوق يدرك عليك لدى الأبرار والبر والملا بأن المخفى سيد الخلق مفرد إذا مصطفى نلت فجرة أكون بها بسرى لمن دام يسجد مدحت جواد البازل البارم مسبدا ومن جودي المنوار وأسجد أيد إذا ما زاد أو سير سرمدا بدا مهجر الهب الذي ليس يسجد كريم إذا وجدت غادر المنى ببسر وتام ومولاي أهبد سما من أبى دينا الذي دين قلودا وهاب الذي رب الورى ليس يعبد سكوي لربي بامتداه محمدا عليه السلام لا إمادة ما يحمد شكوري لربي بامتداه محمدا عليه السلام لا إمادة ما يحمد فاز الذين سيدوا بالخير وما عمل لن يصعد بديه أقيمت الأبرار في النهيم وكبت الفجار في الجيم سوى الذين تركوا العباد لنار من لم يجي أبادا تعيب من أراد أن يلقوا دماء أبرموا من ضيفه لم يتمان جزاء من بارز الأرز المكان فكل من أبكاه سوء كرسي البكاء إن الذين كفروا وامتنوا من توبة أو جزاء ما سروا بطنهم سكنها الحقائق والكل منهم من سبيل زارب للمسلمين ولكل مسلمات نور الذين أسرف أهل الظلمات هم الذين في الجنان يغلقوا وهم بما يسوقهم تخلقوا مناهم هتوى بالانسلاب والكل بالبشر انقلاب رجاءهم وافهم وملكهم في أبد ما لا يراه ملكهم بناهم يحلو وليس ينسفل
أما مبارز الخليفة منزل بالأيام وأسلموا معا وتغزنوا لوجه فاخ خما هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان من إلى رنبا وعند الوشهور داخل مجل المصطفى عبد جبور فاربت جملة من القباه لمن كفى ليسوي القباه أسره وقدري أبداله كما كفى للمرق والجدال سبحانه وهو الكريم والخبير وكل من لم يهوني فهو الكبير تسليم من لي لا يوجه الضرر على الذي به كفاني القرر جزاء من جل عن الميزان لي خاب ما خاب عن الامثال الحمد لله بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البقاء براءة المختار ليست تخفى إلى على من بالنجاة يخفى للمصطفى وجهت ما قد صرفا لقينا إبليس وهو انصرفا هدمت باطلا بحق فزعا والإله كاس سعيدا ملك ربي مالكي كل يتيم علي لو كأمل وقيتي رددت بلاق وبرسول من قال فراق وإن تزول برأني الإله من شرك ومن كل دفاع وسعادات ثمين برأني من عين نفسي بالنبي صلى عليه بسلام هو الذي لم أرى خيره ولا أرى في شيء خدا ونورا محمد صلى عليه بسلام وزيلتي له ولي هذا الكلام فر عن الأدرك تفيه أن يكون بأنني قد وحب وقديم فر عن الأدرك تفيه أن يكون بأنني خل وخل وخديم لو قتال ومها أقدار ولسوانا وجال عدار عيتنا على عدا فغلبون ولسوانا ساقلين مقلب تسلم باق قاد للسواب على الذي أوزني سواب على الذي تلم كوني الخديم لو سلاماس البرية الخفيف لمن له كليتي عبادا حمدي ومن خالفني أبادا ملك الذي ليس له الباغي لخادم خاب عن المباغي ناجاني العليم والحبيب وجاد للواسع والكبير فر عن الجميل إهم النافع أخلاني الملك وهو الرافع ساق مكاره لمن قبل النعام مدرتي من يقود المدعى ملكني المليك والمليك والمالك الذي له تمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزاء والوعد لي في رمضان مجزاء أجر الذي ما إنه لا ينفد وسل لي وما اختراه النفاد خدمة خير العالمين أحمد عليه تسليما كريم المرمدا فرخت القلب ونفسي تيبا وبمكاره لخير الزواب يسر خير العالمين العلم عليه تسليما مزيد العلم للمصطفى وجهت معني خادا نفعا بلا مدرتي فقادا هو شفيع وهو السجاء بما سني والأوجاع محمد صلى عليه الله في العلم والزعم ومن ولاه مع البلاء رب مع الأمراض وبالرداء كما للأهراد نبينا مختار خير الأنبياء
عليه تسليما قدمي في ربيان قلت له بليتي في ملل وسر وهو لي قادر والذي رفعت خدمتي الى الوسيله صلى عليه من قرات قيله رفعت خدمتي الى الماء السنه وللسوى نساها كل منظر هو الذي والرسول والغليل وهو القديم ويكسر الغليل حسبي مباقي لا يزال صمدا على النبي والرسول احمدا عطى سلامي الكريم صمد على النبي وسيلتي محمد على النبي وسيلتي محمد عطى سلامي الكريم صمد يلا يا خادر يا مقتدر يا من إليه يدعون ويبتدر ناديتك اليوم وقبل اليوم وليجعلت فكر فوق سومي جئت بسلمسي ساجرا لك به وخبري قلت فضلك زدت المزيد دي سكورا ولم يزل يا مالك شكورا أكرمتني إكرام من ما شافا وكلما حلت من كنفال أعطيتني يا ربي من لدنك ذكرا عظيما فرديت عنك باركت لي يا ربي في قروفي وخيرها وجدت المخروف ملتني بكونك الكريم ما قاد لي تفسير والتكريم أهديتني من قلب أنسى كلما مدى من الدر محوك سلما كافأني من ماله كفا أهد بما لخير ساق كل من جعل أكرمني بخلق والله الأهد ربي ولم يكن له كفا أهد ناجى لي الله مكرم السبب تناديا بي كفاني الكمد وجعل الله أكرم أنف من كرم وذرني بقيمة من سرم أسلوك بفتي العزيزة قائمة لحاجة مفيدة يا قيوم يا قيوم صل بسلام على الذي جاء في أحسن الكلام على الذي يا أبي أحسن الكلام صلِّ وسلم وتقبس الكلام من على قارئ ذي القروف بما يفوق ذنب المخروف لنازم الخروف قدر الربا يا من كفاء ذا القرور والبا ولي يا رحمن يا رحيم يا قيو يا قيوم يا مكرم يا ولي يا رحمن يا رحيم يا قيو يا قيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك القديم ساسلا مسلما على مساس القران ما ينسى Oh, my God.
Oh,
يا الله
Bari ngor bari xam xam tamon tawar ñi meeb dogal xam lako war wute wala kun yonni la ter sa gi tagil mo kam tamat wala renel nam